ينضم إلينا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام السيد أشرف العشري. أهلا بك معنا سيد أشرف على سكاي نيوز عربية. يعني كما تابعنا مع زميل أحمد يعني منذ قليل، التحقيقات بدأت اليوم، والسؤال هو حول من هي فعليا الأطراف المنخرطة في هذا التحقيق، وضرورة فعليا الإسراع في الكشف عن ملابسات هذا الحادث من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته. صباح الخير سيدتي. بكل تأكيد هناك تحقيقات ستبدأ بالفعل وبدأت صباح اليوم، ستستمر ما يقارب 10 أيام، لكنه يبدو أنها ستكون تحقيقات شقة وصعبة للغاية، لأن هناك بالفعل عدم تعاطي من قبل قائد السفينة كما قال السيد أسامة، الفريق أسامة ربيع لأحد محطات التلفزة المصرية المحلية ليلة أمس، أن قبطان السفينة أو قائدها لم يستجيب لأي نوع من تقديم بيانات أو التعاطي مع أي طلبات فيما يتعلق به الخاصة بالتحقيق، وبالتالي هذا الأمر سيترتب عليه ربما كثير من ممارسة، لا أقول ضغوط، لكن على الأقل تحقيقات موسعة وشاملة تستغرق مزيد من الوقت، خاصة أن الهيئة قد أصدرت قرارا بمنع هبوط أو صعود أي من المتواجدين داخل الباخرة أو السفينة، وعددهم 25 شخصا لإمكانية عدم التلاعب وأحداث أي نوع من التملص من التحقيقات، وبالتالي هذا الأمر يشير إلى أن الأيام القادمة ستخضع لكثير من بعض التفاصيل فيما يتعلق بسير وجور التحقيقات، وهل سيكون هناك استجابة وتعاطي من قبطان الباخرة أو السفينة بالطاقم الذي كان معه، وأيضا تقديم المعلومات وماذا حدث طيلة فترة شحوط السفينة وما حدث من قبل تلقي تعليمات من قبل هيئة قناة السويس. يعني سيد أشرف، اليوم هذه المسألة التي أثرتها حضرتك حول الاستجابة لسير التحقيق وعدم فعليا الاستجابة من قبل طاقم السفينة ومن قائدها، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب ذلك وتداعياته. هذا بالفعل هو السؤال الجوهري، لأن هذا الكلام خرج على لسان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الذي قال أنه في الأيام الماضية أو في اليومين الماضيين بعد وصول السفينة الجانحة إلى منطقة البحيرات المرة حدث نوع من التواصل والاتصال بقائد ربان وقبطان السفينة، لكنه للأسف الشديد لم يستجب أو لم يتعاطى، هذا هو ما كان مضمون كلام السيد ربيع، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى أن يكون هناك أزمة ربما تستمر عدة أيام، إلى أن يكون هناك تدخل من قبل جهات دولية أيضا، الاتحاد الدولي للنقل البحري أيضا، غير من بعض المؤسسات الدولية، شركات التأمين تتدخل لأن يكون هناك استجابة وتعاطي حتى يحصل هيئة قناة السويس على كافة التفاصيل بما فيها شركاء دوليين، لأن هناك بالفعل أزمة ليست تخص الجانب المصري فقط، لكن حتى الأطراف الأخرى التي كان لديهم ما يقارب 360 أو 70 باخرة متعطلة على مدار 7 أيام في قناة السويس، هي سيطلبون تعويضات بالإضافة للتعويضات التي تطلبها مصر، لأنها حدث نوع من الضرر بالغ الأهمية في تعطل عمل قناة السويس لمدة 7 أيام. كل هذه الأمور لابد أن يكون هناك طرف دولي يشارك في هذه التحقيقات، وأعتقد أن الأمر منوط بالاتحاد الدولي للنقل البحري ليشارك فيه عبر مسؤول منه. ولكن في أي إطار سيد أشرف يمكن تدويل هذه المسألة عملية وليست يعني يمكن نحن عم نأخذ السيناريو الأصعب اليوم هو عدم الاستجابة والمماطلة في التحقيق، ولكن في أي إطار أو آلية يتم تدويل هذا الملف؟ الجانب المصري يركز على أنها ستكون قد إذا حدث نوع من عدم التعاطي والتراجع من قبل قبطان السفينة وأصحاب وأيضا المستأجرين هذه السفينة، سيتم تحويل القضية أمام القضاء المصري يتم التحافظ عليها، وهذا الأمر قاله مستشار رئيس الهيئة السيد شعيشع رئيس هيئة قناة السويس أنه سيستغرق 2 عامين، وبالتالي سيتم التحفظ على السفينة وأيضا كل حمولاتها، وسيتم بالفعل التحفظ أو الحجز التحفظ عليها، ويخضع الأمر القضاء المصري. أما إذا حدث نوع من الاستجابة والتعاطي من قبل ملاك السفينة وأيضا للضغط أو على الأقل إقناع قبطان السفينة والطاقم المساعد له بتقديم كافة الأدلة والمساعدات الخاصة بالتحقيقات وسيرها وإجراءاتها وتقديم أيضا الصندوق الأسود، سيكون هناك سهولة في الأمر، ربما يستغرق من 10 أيام إلى 15 يوما على أكثر تقدير، ويتم الاتفاق على مبلغ وحجم التعويضات اللازمة وإمكانيات معالجة ما حدث من آثار وتداعيات لهذا الحادث. بدون ذلك سيصر الجانب المصري على أن يكون هناك اللجوء للقضاء المصري فقط قبل أن يكون هناك تحول للقضاء الدولي أو تدويل القضية، لأن هذا الأمر سيستغرق سنوات، وبالتالي تضيع التعويضات على مصر وأيضا السفن التي كانت محتجزة أو على الأقل
ظلت واقفة في مجرى القناة على مدار أسبوع كامل، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى نقاش مفصل وأيضا نوع من الترضية مع ملاك ومستأجري السفينة بدل من التدويل الدولي، لأنه لن يكون في مصلحة أصحاب السفينة أنها ستظل باقية داخل الأراضي المصرية طيلة فترة التحقيقات سواء القضاء المصري أو حتى التدوين. ومن المصلحة أن يتم معالجة هذا الأمر من خلال الخضوع والاستجابة من قبل قبطان السفينة للتحقيقات المصرية، وينتهي الأمر خلال 10 أيام على أكثر تقدير كما قال رئيس هيئة قناة السويس بالأمس. شكرا لضيفنا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري.